أعود إلى مقصدي حيث سأتحدث عن مرض إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه بعيدا عن منهج حوزة الحمير سأحدثكم وفقا للمنطق السليم وفقا لمنهج العترة الطاهرة سأغطي الموضوع من جهات عديدة ابدا من هنا من كتب التاريخ هذا هو تاريخ الطبري جئت بمثالين من كتب التاريخ وهذان المثالان من اشهر كتب التاريخ هذا تاريخ الطبري انه الطبري الناصبي من علماء النواصب قد يعده البعض من الشوافع وهناك من يقول من ان الطبري تفرد بمذهب خاص به له مذهبه الخاص حتى لو تفرد بمذهب خاص فانه اقرب ما يكون الى الشوافع ومن هنا فان الثقافة التاريخية في حوزة النجف وكربلاء ثقافة طبرية لأنهم يجدون ميول الطبري تشابه ميولهم في كثير من الأحيان مثل ما يعدون الفخر الرازي شيعيا وهو ناصبي قذر لانهم هم شوافع وهذا شافعي لكنهم يجهلون انهم شوافع لانهم يقدسون ما اخذوه من الذين قبلهم مسخره هؤلاء ومسخره نحن لاننا تبعناهم على اي حال هذا هو الجزء الثالث من تاريخ الطبري تاريخ الأمم والملوك هذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان في الصفحة 1052 لأن ترقيم الصفحات ترقيم متصل في كل الأجزاء صفحة ألف قال أبو مخنف حدثني سليمان ابن أبي راشد عن حميد ابن مسلم عن حميد ابن مسلم قال انتهيت إلى علي بن الحسين ابن علي الأصغر وهذه المعلومة ليست دقيقة. من أن الإمام هو الأصغر وهو منبسط على فراش الله وهو مريض وإذا شمر ابن ذي الجوشن في رجالة معه يقولون ألا نقتل هذا؟ قال فقلت سبحان الله أنقتل الصبيان؟ إنما هذا صبي قال فما زال ذلك دأبي ادفع عنه كل من جاء حتى جاء عمر بن سعد فقال الا لا يدخلن بيت هؤلاء النسوة احد ولا يعرضن لهذا الغلام المريض الى اخر ما جاء في كلامه فهذا كلام الطبري الذي نقله عن ابي مخنف عن حميد بن مسلم بغض النظر عما يقوله ويدعيه حميد بن مسلم من انه كان يدافع عن الامام السجاد غايه ما في الكلام فان الطبري جاء في كتابه هذا الوصف من ان الامام مريض وانتهى الكلام صفحة 1053 وأقام عمر بن سعد يومه ذلك والغد ثم أمر حميد ابن بكير الأحمر فأذن في الناس بالرحيل إلى الكوفة وحمل معه بنات الحسين وأخواته ومن كان معه من الصبيان وعلي بن الحسين مريض فلم يأتي وصف من أنه أصيب بالإسهال أصيب بالذرب هذا الكلام نفسه ذكره المفيد وأضاف عليه من أن الإمام السجادة قد أصيب بالذرب فاذا كان هذا الكلام من حميد بن مسلم فان طبري لم يصدقه ولذلك حذف كلامه هذا كل ما جاء في تاريخ الطبري عن مرض امامنا السجاد ومر علينا كيف ان الخطباء الحمير يقولون بان المؤرخين باجماعهم قالوا بان الامام السجاد قد اصيب بالذره وقلت في الحلقه الماضيه لا يوجد مؤرخ واحد ذكر هذا الكلام وهؤلاء الحمير من حمير الطوسيين يقولون بان المؤرخين اجمعوا على هذا هذا الطبري ولاحظتم ذكر الموضوع في موردين صفحه الف 1053 وخمسين الف وثلاثة وخمسين تحدث عن ان الامام السجاد كان مريضا ولم يشر إلى مرضه، إلى نوع مرضه. هذا تأريخ الطبري. وهذا تأريخ الكامل لابن الاثير، الطبري توفي سنة 310 للهجرة. وابن الاثير صاحب كتاب الكامل توفي سنة 630 للهجرة. هذا هو الجزء الثالث من طبعة داري الكتب العلميه بيروت لبنان صفحه 433 ثم انتهوا الى علي بن الحسين زين العابدين فاراد شمر قتله فقال له حميد بن مسلم سبحان الله اتقتل الصبيان وكان مريضا الإمام السجاد كان مريضا وجاء عمر بن سعد فقال لا يدخلن بيت هذه النسوة احد ولا يعرضن لهذا الغلام المريض إذن الكلام الذي تحدث به احمد سلمان من ان حميد بن مسلم قد كذب على شمر بان الامام كان غلاما صغيرا الامام كان في السنه الثانيه والعشرين من عمره وربما بعض المؤرخين يقولون من انه اكبر من ذلك لكن المشهور انه كان في السنه الثانيه والعشرين من عمره بحسب المعروف من انه ولد في السنه الثامنه والثلاثين للهجره وواقعه عاشوراء وقعت في اليوم العاشر من شهر محرم من السنه الحاديه والستين للهجره هم كانوا يرونه غلاما هذه معجزه هذه معجزه مرض الامام مرض اعجازي فكانوا ينظرون اليه على انه غلام لا كما يقول احمد سلمان من ان حميده ابن مسلم حميده ابن مسلم قد كذب على الشمر في ذلك هذه القضيه لا يكذب فيها هذا الكلام هراء فإذا كذب حميد بن مسلم على شمر فهل كذب على عمر بن سعد؟ فإن عمر هو الذي يقول: ولا يعرضن لهذا الغلام المريض. هذا الكامل في التاريخ لابن الاثير مثالان سائر كتب التاريخ الاخرى إنني لا أقول هذا الكلام جزافا وإنما من خلال تحقيق طويل عبر السنين وليست في هذه الأيام سائر كتب التاريخ الأخرى إما أنها لم تتحدث عن الموضوع أصلا لم تتحدث عن أن الإمام السجاد كان مريضا في كربلاء لم تتطرق إلى هذا الموضوع أو أنها تحدثت مثلما تحدث الطبري وابن الأثير وهذان الكتابان مثالان للحديث عن المؤرخين ومن هنا فاعرفوا من أن الخطباء حمير حمير من أن الخطباء الطوسيين حمير حمير وجعوش ويكذبون عليكم كتب التاريخ موجودة بإمكانكم أن تتأكدوا من ذلك بأنفسكم لكنه الضلال الضلال ضلال المراجع وضلال الشيعة أما مقتل أبي مخنف وأبو مخنف هو لوط ابن يحيى المتوفى سنة 157 للهجرة انني اقرا عليكم من موسوعه مقتل الامام الحسين لمحمد بن عيسى البحراني هذا هو الجزء الاول مقتل ابي مخنف يبدا من الصفحه التاسعة والستين بعد المئة لا يوجد فيه عن هذا الموضوع إلا ما جاء في الصفحة الثالثة والثمانين بعد المئتين قال أبو مخنف حدثني سليمان بن أبي راشد عن حميد بن مسلم قال انتهيت إلى علي بن الحسين بن علي الأصغر وهو منبسط على فراش له وهو مريض الكلام هو هو الذي ذكره الطبري في تأريخه وإذا شمر ابن ذي الجوشن في رجالة معه يقولون ألا نقتل هذا قال فقلت سبحان الله أن أقتل الصبيان؟ إنما هذا صبي. قال فما زال ذلك دأبي أدفع عنه كل من جاء حتى جاء عمر بن سعد. فقال: ألا لا يدخلن بيت هؤلاء النسوة أحد ولا يعرضن لهذا الغلام المريض ومن أخذ من متاعهم شيئا فليرده عليهم. قال فوالله ما رد احد شيئا قال فقال علي بن الحسين يخاطب حميد بن مسلم جزيت من رجل خيرا فوالله لقد دفع الله عني بمقالتك شرا لا نصدق حميد بن مسلم انه احد رجال شمر بن ذي الجوشة واحد قتله الحسين لا أعبأ بكل هذه التفاصيل غاية الأمر لا يوجد ذكر لمرض الإسهال أو لمرض الذرة فهذا الطبري وهذا ابن الأثير وهكذا سائر حال المؤرخين. الطبري من مخالفي العترة، وابن الأثير كذلك من مخالفي العترة وسائر المؤرخين من مخالفي العترة إما أنهم لم يتحدثوا عن الموضوع أصلاً أو حينما تحدثوا عن مرض الإمام السجادي وصفوا الإمامة بأنه كان مريضاً وانتهى ولا يوجد شيء آخر في كل كتب التاريخ ما سمعتموه من الخطباء الطوسيين الحمير في الحلقه الماضيه او حتى في هذه الحلقه في بدايه حديثي لا يوجد له لا عين ولا اثر في كتب التاريخ وهذا هو مقتل ابي مخنف اما الكتاب الذي تحدث بعضهم عنه وهو كتاب صغير للفضيل ابن الزبير الأسدي الكوفي فقد نشر في مجلة تراثنا وهي نشرة فصلية تصدرها مؤسسة آل البيت لإحياء التراث قم المقدسة هذا هو العدد الثاني من السنة الأولى خريف 1406 هجري قمري جاء في هذه المجلة جاء تحقيق لمخطوطة هذا الكتاب قام بهذا التحقيق السيد محمد رضا الحسيني قم 1405 للهجرة عنوان الكتاب هو هذا تسمية من قتل مع الحسين عليه السلام من ولده وأخوته وأهل بيته وشيعته هذا الكتاب للفضيل ابن الزبير إنه الأسدي الكوفي كان معاصرا لإمامنا الباقر وإمامنا الصادق صلوات الله عليهم فماذا ذكر في الصفحة الخمسين بعد المئة من المجلة التي أشرت إليها وكان علي بن الحسين عليه السلام عليلا وارتث يومئذ ارتث إنه أصيب بجراحات شديدة في المعركة هذا معنى وارتث وارتث يومئذ وقد حضر بعض القتال فدفع الله عنه وأخذ مع النساء هذا الكلام لم ينقله الفضيل ابن الزبير عن أئمتنا لا ندري من أين جاء به الرجل زيدي وهناك من يتهمه بأنه هو الذي افترى هذا الكلام باعتبار أن الزيديين هكذا يعتقدون من أن الإمام الحجة من قبل الله لا بد أن يكون قد شهر السيف قد قاتل وجاهد بالسيف وبما أنهم يعتقدون بإمامة الإمام السجاد لأن الإمامة تنتقل منه إلى زيد فلا بد أن يكون الإمام قد قاتل ولو بهذه الصورة حتى تنطبق عليه مواصفات الإمامة بحسب عقيدتهم بحسب العقيدة الزيدية وهذا الكلام محتمل ولكن بغض النظر عن هذا الاحتمال أكان صحيحا أم لم يكن لا نملك دليلا على ذلك العيب هنا العيب هنا فإنك في زمان الباقر والصادق لم لم تسأل الإمام الباقرة لما لم تسأل الإمام الصادقة عن هذا الموضوع في أحاديث العترة في ثقافة العترة لا يوجد شيء من هذا القبيل الإمام السجاد لم يشترك في القتال أبدا وكل الذين يريدون أن يسوقوا هذا الكلام إنهم يغردون خارج مسار ثقافة العترة الطاهرة ومع ذلك فإن الرجل في كتابه الصغير هذا الذي يشتمل على عدد محدود من الأوراق جاء في صفحة 157 ولما وصلوا إلى سرادقات الحسين بن علي عليهما السلام أصابوا علي بن الحسين عليلا مدنفا عليلا مدنفا المدنف تقال للمريض الذي فتك به مرضه ولا تقال للجريح الذي ارتث في المعركه هذا هو التعبير المعروف في لغه العرب في نفس هذا الكتاب الصغير هناك تضارب في كلامه لكنهم لا يذكرون هذا يذهبون الى ما قاله في اول الكتاب، ما قاله في اول الكتاب يتعارض مع الذي جاء في احاديث العتره. ما قاله في اخر الكتاب ياتي موافقا لما جاء في احاديث العتره. فباي القولين ناخذ؟ لماذا تذهبون الى القول الذي يخالف ما جاء عن العتره الطاهره. هذا هو الضلال الذي أحدثكم عنه. فقدان البصيرة هو هذا. عدم التسديد هو هذا. عدم التفهيم هو هذا. هذه نتائج المذهب الطوسي النجس. هذا هو الذي أحدثكم عنه وأحذركم منه. في صفحة 150 هكذا قال: وكان علي بن الحسين عليه السلام عليلا وارتث يومئذ وقد حضر بعض القتال فدفع الله عنه واخذ مع النساء هل تصدقون ان الامام السجاد شارك في القتال وجرح وهؤلاء يتركونه لا يقتلونه اي منطق هذا يخرج علينا احمد سلمان كي يضحك على الشيعة عبر قناة كربلاء التي هي القناة السيستانية الرسمية من أن الإمام السجاد جُرح وآثار الدماء كانت على بدنه وثيابه ولكن حميد بن مسلم هو الذي ضحك على شمر وكذب عليه فقال له من أن آثار الدماء هذه هذه اثار غائط الامام السجاد فانه مصاب بالذرب لا ادري من اين جاء بهذا الكلام هذا الكلام نسجه من عند نفسه هكذا يكذبون عليكم حتى اذا ما نطقوا بكلمه صحيحه فانهم ينجسونها بهذه القذاره وبهذه الاوساخ فهذا الكلام يخالف المنطق السليم. كيف انه اشترك في المعركه وقاتل وجرح؟ والامام السجاد ما هو بشخص مجهول اذا كان قد خرج الى المعركه فانه سيكون في قتاله ثقيلا عليهم وسيعرفونه. فكيف يصدق شمر بهذا الهراء الذي لا حقيقه له ولا وجود له في كتب التاريخ وانما نسجه احمد سلمان من جيبه الخاص هذا الكلام نحن لا نقبله لانه يتعارض مع ما جاء في ثقافه العتره الطاهره من ان الامام السجاده كان مريضا ولم يشترك في القتال وما جاء في آخر كتاب الفضيل بن الزبير هو هذا الكلام الصحيح ولما وصلوا إلى سرادقات سرادقات يعني الخيام الفساطيط ولما وصلوا إلى سرادقات الحسين بن علي عليهما السلام أصابوا علي بن الحسين عليلا مدنفا كان شديد المرض بحيث أن مرضه كان واضحا واضحا ملموسا محسوسا ساحدثكم عن مرضه في طوايا كلامي فهذا هو الذي جاء في كتاب الفضيل بن الزبير ونحن لا نعبا بكل كلامه لانه لم ينقل الكلام عن ائمتنا صلوات الله عليهم نقبل ما قاله في اخر كتابه لأنه جاء موافقا لكلام ائمتنا لحديث ائمتنا وما نعرفه في ثقافه العتره الطاهره نذهب الى فاصل هذا كتاب الارشاد للمفيد وهذه الطبعه طبعه مؤسسه سعيد بن جبير انها الطبعة الاولى 1428 هجري قمري قم المقدس هذا الكتاب هو الذي نسب مرض الذرب الى امامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وانا اقول للمفيد هذا ذرب على جبينك يا ايها المفيد ذرب على انفك وعلى فمك وعلى لحيتك يا ايها المفيد من انت حتى نجعل من كلامك اساسا كي نصف امامنا السجاده بانه كان مصابا بالاسهال المفيد رجل من الشيعه وكان ضالا كتبه تكشف عن هذا اهتدى في اخر سنواته بتوفيق امام زمانه اذا اردتم ان تعرفوا حقيقه المفيد فعودوا إلى الحلقات 21 22 23 من برنامج ما بين واقعين ستكتشفون الحقيقة كاملة بالوثائق والحقائق كتب المفيد مشحونة بالضلال ومشحونة بالمنافرة مع دين العترة الطاهرة الرجل كان معتزليا هو ينتسب إلى عائلة شيعية لكنه تتلمذ منذ بداية حياته إلى أن شب وكبر تتلمذ عند المعتزلة والذي لقبه بالمفيد هو إمام المعتزلة في بغداد علي بن عيسى الرماني هو الذي لقبه بالمفيد فحتى اسمه هذا لا علاقة له بالعترة الطاهرة هذا لقب جاءه من المعتزله المفيد ينقل الكلام عن حميد بن مسلم انه جندي جلواز من جلاوزه شمر بن ذي الجوشه من قتله الحسين ينقل الكلام عنه مع ان الطبريه نقل الكلام نفسه لكنه لم يثبت ان الامام السجاده كان مصابا بالذرب وصفه بأنه كان مريضا إلا هذا المفيد ثم أنتم يا أيها الطوسيون السفلة يا مراجع النجف وكربلاء يا سرسرية يا ساقطين يا هتلية أنتم والخطباء الأنجاس إذا ما وردت روايات وأحاديث أهل البيت تبحثون في اسانيدها اولاد الحرام حينما ياتي الكلام عن قتله الحسين لماذا لا تبحثون في اسانيده؟ لماذا تاخذون به؟ اولاد الحرام احاديث اهل البيت زياراتهم ادعيتهم تفسيرهم لقرانهم تبحثون في اسانيد تلك الروايات التي هي روايات اهل البيت. وحينما تجدون اسانيدها ضعيفه بحسب علم قنادركم علم الرجال ترفضون تلك الروايات، لماذا اخذتم بروايه قاتل الحسين من دون ان تبحثوا في سندها؟ لانكم ابناء حرام لانكم سرسريه وهتليه يا مراجع النجف وكربلاء ويا ايها الخطباء الحمير الانجاس هذا هو واقعكم. في الصفحة الحادية والخمسين بعد الثلاثمائة المفيد نقل عن حميد بن مسلم نقل عن الكلبي والمدائني وليس عن لوط بن يحيى مثل ما قال أحمد سلمان لا أدري من أين جاء بهذه المعلومة في الصفحة الثانية والتسعين بعد المئتين ما رواه الكلبي والمدائني وغيرهما وغيرهما ربما يدخل لوط ابن يحيى في هذا ولكن لا دليل عندنا صحيح أن الكلبية وهو هشام ابن سائب الكلبي يروي عن لوط ابن يحيى ليس مهما هذا انما اريد ان اقول لكم بان الاسماء والكتب والمعلومات التي تسمعونها من هؤلاء الطوسيين ليست صحيحه انتم تخدعون بهذا لا توجد دقه في المعلومات لهذا السبب اشرت الى هذه المساله والا فهي ليست مهمه في نظري في الصفحه الحاديه والخمسين بعد الثلاثمائه قال حميد بن مسلم: فوالله لقد كنت ارى المرأة من نسائه وبناته وأهله تنازع ثوبها عن ظهرها حتى تغلب عليه فيذهب به منها ثم انتهينا إلى علي بن الحسين وهو منبسط على فراش وهو شديد المرض ومع شمر جماعة من الرجال فقالوا له ألا نقتل هذا العليل فقلت سبحان الله أيقتل الصبيان إنما هو صبي وإنه لما به لما به من مرض فلم أزل حتى رددتهم عنه وجاء عمر بن سعد فصاح النساء في وجهه وبكين فقال لاصحابه لا يدخل احد منكم بيوت هؤلاء النسوه ولا تعرضوا لهذا الغلام المريض الى ان يقول في الصفحه الثانيه والخمسين بعد الثلاثمائه وأقام يعني عمر بن سعد بقية يومه واليوم الثاني إلى زوال الشمس ثم نادى في الناس بالرحيل وتوجه إلى الكوفة ومعه بنات الحسين وأخواته ومن كان معه من النساء والصبيان وعلي بن الحسين فيهم وهو مريض بالذرب وقد اشفى هذا الكلام الذي اثبته اثبته المفيد ولا يوجد في مصدر اخر كل الكتب التي ذكرت هذا الكلام نقلت عن المفيد لا يوجد في كتب المؤرخين شيء من هذا ولا يوجد في روايات واحاديث اهل البيت شيء من هذا ولا يوجد هذا الكلام في كتاب قبل المفيد كل الكتب التي نقلت هذا الكلام هي من بعد المفيد نقلت عن المفيد فأصل المشكله هنا ولذا اقول اقول للمفيد ذرب اثار ذربك على جبينك يا ايها المفيد حينما قلت هذا الكلام وعلى انفك وعلى فمك وعلى لحيتك من أنت يا أيها القذر أن تقذر صورة إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه كما قلت لكم كان الرجل ضالا هذا المنطق منطق عقيدة ضلاله هذا كتابه تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد، الشيعة كانت في زمانه الذين يقلدونه يقلدون المفيد، كانوا يعملون بكتابه هذا. هذا كتاب عقائد الشيعة، عقائد المفيد في هذا الكتاب. تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد، وهذه طبعة دار المحجة البيضاء. انها الطبعة الأولى 2016 ميلادي بيروت لبنان في الصفحة السابعة بعد المئة فصل من فصول عقيدته في العصمة ماذا يقول المفيد عن عصمة محمد وال محمد يقول فاما الوصف لهم بالكمال في كل احوالهم فإن المقطوع به فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججا لله تعالى على خلقه فالإمام كان مريضا قبل أن يستشهد سيد الشهداء فلذا لا يوجد إشكال أن الإمام يتغوط على نفسه لان الكمال يكون للامام بعد ان يصبح اماما فعليا والكلام عن رسول الله بعد ان يصبح نبيا فعليا لان يعني الرجل لا يعتقد بان امير المؤمنين كان اماما فعليا زمان رسول الله هل هذه عقيده اهل البيت هذا هو دين المفيد في ايام ضلاله حينما كان مرجعا للشيعة وكانت الشيعة تقلده هذا هو كتابه وأما الوصف لهم لمحمد وآل محمد بالكمال في كل احوالهم فإن المقطوع به كمالهم في جميع احوالهم التي كانوا فيها حججا لله تعالى على خلقه إلى أن يقول مستمرا في ضلاله وقذارة دينه أتحدث عن المفيد لا أتحدث عن غيره هذا دين القثر هذه عقيدة نجسة يقول في الصفحة الثامنة بعد المئة والوجه الرأي الوجيه هو هذا أن نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة ونتوقف فيما قبل ذلك وهل كانت احوال نبوه وامامه ام لا ونقطع على ان العصمه لازمه منذ اكمل الله تعالى عقولهم ومتى اكمل الله تعالى عقولهم بعد ان صار النبي نبيا وبعد ان صار الامام اماما بنحو فعلي هذا يعني أن النبي قبل البعثة لم يكن عقله مكتملا ولم يكن معصوما ولم يكن علمه كاملا هذا هو منطق المفيد فحينما يتحدث عن أن الإمام السجادة كان مصابا بالذرب هو جزء من عقيدته من ضلاله من ضلال هذا الرجل وبالمناسبة كتاب الإرشاد فيه الكثير من الضلال والكثير مما هو متنافر مع عقيدة العترة الطاهرة الرجل اهتدى في السنوات الأخيرة من عمره بتوفيق من إمام زماننا فإمام زماننا تدخل في أمره تدخل في شأنه بعد ان وجد الضلال قد هيمن على الواقع الشيعي وارسل له هذه الرساله والمفيد مشمول بهذه الرساله وان كان الامام قد امتدحه في مقدمه الرساله لكنه كان مشمولا قبل ان يهتدي ومعرفتنا بالزلل الذي اصابكم هذه وصلت سنة أربعمية وعشرة للهجرة للمفيد في أواخر مرجعيته وهو توفي في شهر رمضان في بداية شهر رمضان سنة أربعمية وثلاثة عشر للهجرة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون هذا الكلام كان شاملا للمفيد قبل ان يكون مشمولا بالطاف امام زماننا الدليل كتبه كتبه مشحونه بالمصادق التي تتحدث عن مضمون الرساله هذه الكثير من الضلال في كتبه وفي هذا الكتاب ايضا في هذا الكتاب ايضا هناك الكثير من الضلال تريدون مثالا اعطيكم مثالا والامثله كثيره عودوا الى الحلقات التي اشرت اليها في الصفحه الحاديه والسبعين بعد المئتين وفي الشيعه من يذكر ان فاطمه صلوات الله عليها اسقطت بعد النبي ولدا ذكرا كان سماه رسول الله وهو حمل محسن فعلى قول هذه الطائفه هو لا يعتقد بهذا حينما رجع الى الهدى عاد فاعتقد بهذا واثبت هذا في كتابه الاختصاص مع ملاحظه ان مراجع النجف وكربلاء يقولون ان كتاب الاختصاص ليس للمفيد اذا حذفنا كتاب الاختصاص من كتب المفيد فان كتب المفيد ضلال في ضلال الاعم الاغلب منها اذا كان للمفيد من كتاب فيه هدى هو كتاب الاختصاص لانه كتبه في اواخر عمره اراد ان يصحح ما نشره من ضلال في كتبه وفي الشيعه من يذكر ان فاطمه صلوات الله عليها اسقطت بعد النبي ولدا ذكرا كان سماه رسول الله وهو حمد محسنا فعلى قول هذه الطائفه اولاد امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ثمانيه وعشرون ولدا والله اعلم فعلى قول هذه الطائفه فهو لا يقول بذلك اذا لم يعتقد بوجود المحسن هذا يعني انه لم يعتقد بوجود كل التفاصيل الاخرى التي ترتبط بهذا الموضوع وهذا جزء من ضلال المفيد وضلال كثير في هذا الكتاب ضلال كثير من هنا جاءت المشكله ولذا يحاولون قدر الامكان ان يبيضوا وجه المفيد ما هو وجه اسود قذر حينما يقول عن امامنا السجادي بانه مصاب بالذرب بالاسهال الشديد انه اسهال لا يتوقف مع ان كلمه الذرب قد تعطي معنى اخر لكن المفيد لا يقصد ذلك المتبادر من الذرب هو هذا والا ففي اللغه معان اخرى للذرب من معاني الذرب انه المرض الذي لا يشفى منه المريض انه المرض العضال المرض المستديم يقال له ذرب بغض النظر عن الاسهال وغير الاسهال اي مرض يكون عضالا مستديما مستطيلا في حياه الانسان المريض يقال له هذا مصاب بمرض الذرب فالذرب هو المرض الذي لا يشفى ولكن الامام السجاده لم يكن مصابا بهذا النوع من المرض ولذا في اللغه حينما يقولون قد ذرب الجرح قد ذرب الجرح يعني اتسع وصار فاسدا ولا ينفع العلاج معه فهذا جرح ذرب إنه جرح متسع فاسد لا ينفع العلاج معه فالذرب هو المرض الذي لا يشفى لكن المقصود من كلامي المفيد هنا من أن الإمامة أصيب بالذرب فانه الاسهال الشديد المستمر ذرب في وجه المفيد وفي وجه مراجع النجف وكربلاء وفي وجوه الخطباء الحقراء الذين قالوا ما قالوا عن امامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه. عرفتم الحكايه من اين جاءت؟ مو هي الحمه تجي من الرجلين الحكايه من هنا من هذا الكتاب الحكايه من هذه القذاره من قذاره المفيد نذهب الى فاصل الذي جاء في رواياتنا روايتان الروايه الاولى جاءت في الكافي الشريف في الجزء الاول الكافي للكليني المتوفى سنه 328 للهجره هذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في صفحة السابعة والثلاثين بعد الثلاثمائة باب الإشارة والنص على علي بن الحسين صلوات الله عليهما الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن إمامنا الباخر صلوات الله وسلامه عليه قال ان الحسين بن علي لما حضره الذي حضر لما حضره الذي حضر لما اراد ان يتوجه الى كربلاء دعا ابنته الكبرى فاطمه بنت الحسين هذه التي يقال عنها العليله فاطمه بنت الحسين هي الاخرى اصيبت بمرض وهذا المرض لاجل ان يكون عذرا لبقائها في المدينه لان الامامه قد اودع عندها مواريث النبوه ودلائل الامامه وهي قد سلمت ذلك لامامنا السجاد بعد ان عاد الى المدينه امور اراد سيد الشهداء ان تصل الى يد الامام السجادي ولكن بعد ان يعود من الشام. امامنا الباقر هكذا يقول ان الحسين بن علي لما حضره الذي حضره دعا ابنته الكبرى فاطمه بنت الحسين فدفع اليها كتابا ملفوفا ووصيه ظاهره وكان علي بن الحسين مبطونا معهم مبطونا معهم في كربلاء لا يرون الا انه لما به لا يرون شيئا من خطر او من امر مهم في الامام السجادي لانه كان مريضا جدا كان مبطونا سنأتي على معنى المبطون هذه الرواية الأولى عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه والتي جاءت في الكاف الشريف موطن الشاهد هنا وكان علي بن الحسين مبطونا معهم لا يرون إلا أنه لما به مبطونا معهم مبطونا مع الحسين وال الحسين او مبطونا معهم مع بني اميه حينما اخذوه اسيرا والمعنى الثاني هو الاوفق والاليق وكان علي بن الحسين مبطونا معهم لا يرون الا انه لما به لا يرونه الا مريضا الا ضعيفا، الا هزيلا ولذلك تركوا بالضبط كالمرض الذي اصاب فاطمه بنت الحسين حتى لا يسال سائل لماذا بقيت فاطمه هنا جواسيس بني اميه لان الامام الحسين اظهر انه ترك اماناته عند ام سلمه فهم لا يستطيعون ان يهاجم ام سلمه هذه زوجه النبي وفعلا اودع عندها بعض الامور لكن الامانه الحقيقيه الخاصه والسرية لم يودعها الامام الحسين عند ام سلمه وانما اودعها عند بنته فاطمه والتي اصيبت بمرض قبل الرحيل حتى يكون الامر منطقيا ومقبولا عند الناس وبقيت مريضه وعليله الى ان رجع الامام السجاد الى المدينه وسلمته الامانه من ابيه سيد الشهداء بعد ان سلمته الامانه هي تخلصت من مرضها وهو تخلص من مرضه ايضا لان الامور جرت في المسار الذي خطط له خطط له سيد الشهداء اذن الكلام هنا وكان علي بن الحسين مبطونا فاين جاء قول الامام الباقري من ان الامام السجاد مصاب بالذرب مثلما يقول الخطباء ومنهم عقيل الحمداني وآخرون من أين جاءوا بهذا الكلام متى قال الإمام الباقر من أن الإمام السجادة مصاب بالذرب في أي مكان وجدوا هذا هذه الرواية الأولى الرواية الثانية جاءت في كتاب قديم من كتبنا القديمة من الكتب الاصول انه كتاب علي بن اسباط هذه الطبعه طبعه لمجموعه من الاصول الاصول السته عشر من الاصول الاوليه هذه الطبعة طبعة طبعة دار الحديث قم المقدسة الطبعة الأولى 1423 هجري قمري في صفحة التاسعة والثلاثين بعد الثلاثمائة من كتاب علي بن أسباب وهو من أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم نقل رواية بهذا الرقم خمسمية واحد عن إمامنا الباقر وهذه الرواية مختلة لأن الرواية كما يبدو في أصلها تتحدث عن الإمام السجادي وعن سيد الشهداء لكن شيئا سقط منها فصارت مختلة اقرا عليكم الروايه كي تتلمسوا الخلل فيها فهم ياتون الى روايه مختله ويفسرونها بكلام حميد بن مسلم انه جلواز من جلاوزه شمر بن ذي الجوشه ويقولون بعد ذلك من أن الإمام الباقرة قال من أن الإمام السجادة كان مصابا بالذراب ألا لعنة الله على دينهم؟ ألا لعنة الله على عقولهم؟ في الرواية كان أبي مبطونا فأين كلام الإمام الباقر من أن الإمام السجادة كان مصابا بالذراب؟ كان أبي مبطونا يوم قتل أبو عبد الله الحسين بن علي وكان في الخيمة وكنت أرى موالينا كيف يختلفون معه يختلفون إليه وليس يختلفون معه يختلفون إليه هذا خلل في الرواية يختلفون معه أي أن اختلافا في رأي أو على مال أو على شيء قد وقع بين الامام وبينهم يختلفون اليه يجيئون اليه وكنت ارى موالينا كيف يختلفون معه يختلفون اليه يتبعونه بالماء ثم تقول الروايه يشد على الميمنه مره وعلى الميسره مره وعلى القلب مره فهل هذه الصوره منطقيه من ان الامام السجاده كان يقاتل والقوم يركضون وراءه بالماء. الروايه تتحدث هنا عن سيد الشهداء ولكن الكلام سقط من الروايه. بدليل تتمه الروايه يشد على الميمنه مره وعلى الميسره مره وعلى القلب مره ولقد قتلوه قتلة الامام السجاد لم يقتل. إذن الرواية تتحدث عن الإمام الحسين ولكن خللا أصابها بسبب الرواة بسبب النساخ يشد على الميمنة مرة وعلى الميسرة مرة وعلى القلب مرة ولقد قتلوه قتلة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقتل بها الكلاب لقد قتل بالسيف والسنان مراد الإمام إنها قتلة المثلة قتلة التمثيل فلقد مثلوا بجسد الحسين ولقد قتلوه قتلة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقتل بها الكلاب لأن النبي نهى عن أن تقتل الكلاب بقتل المثلة أن تقتل وأن يمثل في جسدها في اجسادها. لقد قتل بالسيف والسنان وبالحجاره وبالخشب وبالعصا ولقد اوطأوه الخيل بعد ذلك. اذا هناك حديث عن مقتل سيد الشهداء وحديث في اول الروايه عن امامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. كان ابي مبطونا يوم قتل ابو عبد الله. الحسين بن علي وكان في الخيمة وكنت أرى موالينا كيف يختلفون إليه يتبعونه بالماء يتبعونه أي أنهم كانوا يتواصلون بنقل الماء إليه لماذا سيتضح الأمر بعد ذلك هذا هو الذي قاله إمامنا الباقر إذا تبين لكم كذب الوائل وهو يقول انا طفل صغير كان الصوره بعيوني كنت ارى ابي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه هذا الكلام لا وجود له الروايه هي هذه كان ابي مبطونا يوم قتل ابو عبد الله الحسين بن علي وكان في الخيمه وكنت ارى موالينا كيف يختلفون اليه؟ يتبعونه بالماء لأن الإمام كان مصابا بالحمى وكانوا يبردون جسده بالماء حينما كان الماء متوفرا حينما كان الماء متوفرا فالإمام هنا يتحدث عن الوقت الذي كان فيه الماء متوفرا ولذلك سقط شيء كثير من هذه الروايه لكن موطن الشاهد واضح الامام يقول كان ابي مبطونا يوم قتل ابو عبد الله الحسين بن علي وكان في الخيمه لانه كان مريضا كان منبسطا على فراشه وكنت ارى موالينا كيف يختلفون اليه يتبعونه بالماء بشكل متواصل حينما كان الماء متوفرا هذا يعني قبل تاسوعاء وقبل عاشوراء فإن الماء قد انقطع في يوم تاسوعاء وفي يوم عاشوراء وقبلها ربما في اليوم الثامن أنا لا أريد أن أخوض في تفاصيل ما جرى في كربلاء كان أبي مبطونا ويبدو أن الخلل في الرواية قديم لأن صاحب البحار في الجزء الخامس والأربعين من طبعة دار إحياء التراث العربي إنه محمد باقر المجلسي المتوفى سنة 1111 للهجرة في الصفحة الحادية والتسعين إنه الحديث الثلاثون نقله عن كتاب علي بن اسباط والمعروف بنوادر علي بن اسباط نقل الروايه نفسها بخللها فهذا يعني ان الروايه تعرضت لخلل منذ زمن قديم علي بن اسباط كان معاصرا لائمتنا صلوات الله عليه المجلس توفي سنه 1111 نحن الان في سنة ألف وخمسة واربعين للهجرة وحتى تلميذه تلميذ المجلس في المستدرك على البحار في عوالم العلوم وهذا عوالم العلوم إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة عوالم العلوم المجلد الخاص بسيد الشهداء صفحة 317 إنه الحديث التاسع نقل الرواية نفسها مع أنه بحث في المصادر من بعد المجلس حينما جمع هذا المستدرك فالرواية قد تعرضت لخلل منذ زمن بعيد منذ زمن قديم خلاصه الكلام في الروايتين وهما عن باقر العلوم في روايه الكافي وفي روايه النوادر لعلي بن اسباط كان الامام السجاد مبطونا ولا يوجد شيء اخر كل الذي تحدث به هؤلاء السفله من اصحاب العمائم الطوسيين اللعناء وما جاء في كتاب الإرشاد للمفيد من أن الإمام كان مصابا بالذرب كل هذه الأكاذيب كل أكاذيب المراجع والخطباء ليس لها من عين أو من أثر لا من قريب ولا من بعيد في ثقافة العترة الطاهرة عندنا روايتان عن باقر العلوم وفي الروايتين يقول كان أبي مبطونا وانتهى الكلام في رواية علي بن اسباط يقول من أن موالينا كانوا يتابعونه بالماء يدخلون بالماء إلى خيمته حيث كان الإمام منبسطا على فراش مرضه هذا كل الذي بأيدينا رجاء اعرضوا لنا فيديو الوائلي كي تتذكر اكاذيبه. والشيء الوحيد اللي كان الامام يتمنى ان يحصل عليه وما حصل عليه ان يجاهد بين يدي ابيه ولكن حال المرض بينه وبين ذلك وكان مرض شديد كان الامام مبطون مبطون نعم ما يكاد يرفع راسه كان يقول الامام الباقر انا طفل صغير كان الصوره بعيوني. كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه ما يقوى شيء رأسه وحاول أن ينهض يقاتل مع تلك الحالة منعه الحسين جذبه من ردائه قال أخي زينب احبسي لئلا تبقى الأرض خالية من نشر آل محمد مسخرة أنتم أنتم الذين تقولون نحن شيعة أنتم أنتم الذين تدعون أنكم خدام الحسين مسخرة أنتم وآباؤكم مسخرة هذه حقائق ثقافة العترة الطاهرة وهذا ضلال مراجعكم وخطبائكم هذا ضلال الطوسيين الذي أحذركم منه أعود إلى كلام إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه من ان ابي كان مبطونا ما المراد من المبطون المبطون في لغه العرب عودوا الى معاجم اللغه هذا الكلام ما جئت به من بيت خالتي ولا من بيت عمتي معاجم اللغه موجوده متوفره في المكتبات موجوده على الشبكه العنكبوتيه المبطون له اكثر من معنى لماذا تحصرون معنى المبطون في ان الامام كان مصابا بالذرب المعنى الاول للمبطون المبطون الذي به عله في بطنه في الجهاز الهضمي هذا معنى من المعاني وهذا المعنى يتفرع الى فروع كثيره امراض الجهاز الهضمي كثيره جدا سلوا الاطباء امراض الجهاز الهضمي كثيره وكثيره كثيره جدا اذا قلت لكم من انها بالعشرات فهي قليله وإذا قلت لكم من أنها تتجاوز المئة والمئتين فهي قليلة أيضا أمراض الجهاز الهضمي كثيرة فلنقل فلنقل من أن أمراض الجهاز الهضمي تصل إلى مئة نوع من أنواع المرض أحدها الذرة يعني ان الذرب وفقا لهذا التقدير ولهذا المضمون سيكون واحدا بالمئة, واحدا بالمئه مع ان امراض الجهاز الهضمي هي اكثر من ذلك ولكن لنفترض ان امراض الجهاز الهضمي يصل عددها إلى مئة نوع من أنواع المرض سيكون الذرب واحدا فحينما نقول من أن الإمام كان مبطونا وهو قول الإمام الباقر ولم يبين لنا لماذا نختار الذرب لماذا لا نختار مرضا آخر من مئة نوع من أنواع أمراض البطن لماذا؟ سوء التوفيق الخذلان طحت الحاب طحت الصبغ سواد الوجه فقدان البصيره بطون مملوءه بالحرام أبناء حرام هذا هو السبب هذه الأسباب هذا الذي قاله إمامنا الباقر كان أبي مبطونا المعنى الأول هذا المعنى الأول هناك معانٍ أخرى سيأتي بيانها المعنى الأول كان أبي مبطونا به علة في بطنه في الجهاز الهضمي أمراض الجهاز الهضمي هي أكثر من مئة من أنواع الأمراض ولكن لنقف على عدد المئة لأنه عدد صحيح سيكون الذرب واحدا من المئة لماذا اخترتم هذا المثال من طيحه حظكم طيحه صبغكم هذا المعنى الاول للمبطون المعنى الثاني الذي يكون مضروبا على بطنه على ظاهر بطنه قد يكون مضروبا من قبل حيوان قد يكون مضروبا من قبل انسان قد يكون واقعا من مكان عال فوقع على بطنه فضربت بطنه المضروب على بطنه يقال له مبطون المبطون الذي فيه علة في بطنه وعلل البطن كثيرة ألا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله من ان المعده بيت الداء المعده بيت الداء كل الامراض تخرج من هذا الجهاز حينما اقول كل الامراض اتحدث عن نسبه كبيره من الامراض التي يصاب بها الناس دائما المعده بيت الداء لماذا التركيز على الذرب المبطون الذي به عله في بطنه المبطون هو المضروب على بطنه ضرب من قبل حيوان من قبل انسان وقع من مكان عال على بطنه فضربت وقع شيء على بطنه وقع شيء ثقيل على بطنه فضربت بطنه هذا يقال له المبطون الذي فتك به المرض فتكا قويا يقال له المبطون يقولون بطنه المرض فهو مبطون هذا كلام العرب ما هو كلامي الذي فتك به المرض فتكا شديدا يقولون عنه من ان المرض قد بطنه اذا كانت اثار المرض واضحه عليه يراها الجميع من ان المرض قد بطنه فهو مبطون بمرضه فهذا مبطون الذي تصيبه الحمى الشديده فتكون حما في داخل بدنه وحما في خارج بدنه الحمى الشديدة الشديدة هناك حمى داخلية وهناك حمى خارجية حينما تكون الحمى داخلية وخارجية في الوقت نفسه وتكون شديدة هكذا تقول العرب من أن الرجل هذا بطنته الحمى فهو مبطون بالحمى فهو مبطون بالحمى اذن المبطون ليس منحصرا بالاصابه بمرض الذراب هؤلاء جهال اغبياء ثولان سفله اولاد حرام قولوا ما تشاء هذه اللغه وهذه الروايات وهذه كتب التاريخ فلماذا فلماذا ترسم هذه الصورة القبيحة لإمامنا السجاد حينما قلت لكم في بداية الحلقة أخاطب أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة بن الحسن أن اتعظوا بهؤلاء استمعتم استمعتم إلى الوائل وهو يكذب ويكذب واستمعتم إلى الكوراني وهو يتحدث بعقيدته الفاسدة الضالة. وهؤلاء ماتوا، ماتوا على ضلالهم. تلاحظون الفارق الكبير بين منطق العترة الطاهرة وبين منطق هؤلاء الطوسيين الانذال. اعتقد ان الصورة صارت واضحة، ستتضح اكثر، نستمر في الحديث. وان كان وقت الحلقه قارب على الانتهاء لكنني ساستمر في حديثي كي اكمل المضمون والمعنى اذا المبطون هو المصاب بعلة في بطنه وعلل البطن كثيرة المبطون المضروب على بطنه واسباب الضرب كثيرة المبطون الذي فتك به مرضه فتكا شديدا فتكا ذريعا فتقول العرب عنه من ان المرض بطنه بطنا فهو مبطون بمرضه والذي تصيبه الحمى الداخليه والخارجيه فإن هذا يكون مبطونا بالحمى قد بطنته الحمى بطنا فهو مبطون بالحمى المعنى الرابع هو الذي ينطبق على إمامنا السجاد المعنى الرابع هناك العديد من القرائن القرينه الاولى انهم يحملون الماء الى خيمته بنحو متتابع هذا الماء ماذا يفعل به الامام هل يشربه هل هكذا يحمل الماء لانسان مريض كي يشربه المريض لا يملك مزاجا كي يشرب ماء كثيرا يحملون الماء هذا يعني ان كميه كبيره من الماء ياتون بها هكذا قال امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه وكنت ارى موالينا كيف يختلفون اليه يتبعونه بالماء انهم يحملون الماء وبنحو متتابع فهذا الماء قطعا ليس للشرب اذا لاي شيء كما يقول الوائلي من ان الامام كان يتغوط على نفسه وهذا لتنظيفه هذا الماء لتبريد جسده قد يقول قائل ومن اين جئت بهذا اقول انني قرات في رواياتهم واحاديثهم اقرا عليكم من مكارم الاخلاق للطبرسي انها طبعه مؤسسه الاعلم للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الثالثة والسبعين بعد المئة في الفصل الذي عنوانه في التفاح عن إمامنا موسى بن جعفر عن آبائه الطاهرين إن أهل بيت لا نتداوى إلا بإفاضة الماء البارد للحمى وأكل التفاح التفاح لم يكن متوفرا في كربلاء فكانوا ياتونه بالماء كي يفاض على الامام انا اهل بيت لا نتداوى الا بافاضه الماء البارد للحمى واكل التفاح وماذا اقرا ايضا وانني تعلمت من الكهف الشريف اقرا عليكم من الجزء الثامن من الكاف الشريف وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والتسعين إنه الحديث السابع والثمانون حديث فيه تفصيل أذهب إلى موطن الحاجة الحديث عن إمامنا موسى بن جعفر عن أبي إبراهيم ابو ابراهيم هو امامنا الكاظم مضمون الكلام عن امامنا الباقر صلوات الله عليه من انه كان اذا اصيب بالحمى فماذا يصنع انه كان اذا وعك وعك اصيب بالحمى انه كان اذا وعك استعان بالماء البارد فيكون له ثوبان ثوب في الماء البارد وثوب على جسده يراوح بينهما المراد من الثوب اما هو الثوب المخيط واما هو قطعه من القماش ايضا يقال لها الثوب ولا فارق في ذلك انها عمليه تخفيف الحراره من جسم الانسان بالقماش المنقع بالماء البارد ما تسمى بالكمادات في زماننا. أنه كان إذا وعك الباقر صلوات الله عليه استعان بالماء البارد فيكون له ثوبان ثوب في الماء البارد وثوب على جسده يراوح بينهما إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة أنهم اهل بيت لا يتداوون من الحمى الا بالماء البارد هذه كلماتهم رواياتهم احاديثهم هذه ثقافتهم قارنوا بين هذا الاسلوب في فهم الروايات وبين ما قدمته لكم حوزه الحمير هما منطقان منطق الامير ومنطق الحمير فاحكموا احكموا احكموا على منطقي هذا هذا منطق الحمير أم منطق الأمير واحكموا على منطق أولئك أتحدث عن الطوسيين منطقهم منطق الأمير أم منطق الحمير ماذا تقولون أنتم كان أبي مبطونا أحد معاني المبطون أنه مبطون بالحمى حينما تكون الحمى شديده الذرب لم يرد في روايات واحاديث اهل البيت الذي حدثتنا عنه الروايات من ان اصحاب الامام الحسين كانوا يحملون الماء الى خيمه السجاد لماذا لان اهل البيت لا يتداوون من الحمى الا بالماء البارد وجئتكم بالأمثلة والروايات الواضحة من كتبنا القديمة الأصلية وفوق كل هذا وفوق كل هذا فإن مرض الإمام السجادي يراد منه يراد منه أن يشعر به أعداؤه حتى لا يقتل الإمام فحينما تكون حراره جسده مرتفعه جدا فاذا ارادوا الاقتراب منه لضربه او لقتله سيقتربون من جسده يجدونه طريحا على الارض فحينما يمسونه بايديهم واذا بحراره مرتفعه جدا وعاشوراء وقعت في الصيف عاشوراء وقعت في القيض في أشد أيام الحر فالإمام يمتد على الأرض ودرجة حرارته عالية جدا وفي وقت القيض في وقت الحر في شدة الصيف سيشعرون بمرضه مع قضية إعجازية أخرى كانوا يرونه غلاما كانوا يرونه غلاما فمرض الحمى هو المرض الأكثر وضوحا بحيث يستطيع قتلة الحسين اذا ما اقتربوا من الامام السجاد لاسره لقتله لضربه سيشعرون بحراره جسده العاليه لو كان الامام يعاني من الم في بطنه فكيف يشعرون بذلك قد يقولون انه متمارض لكن مرض الحمى يستطيعون ان يشخصوه من اول لحظه ماء يضع ايديهم على بدنه فتكون الحراره عاليه جدا انه مبطون بالحمى حينما انقطع الماء فلم يكن هناك من ماء لتبريد جسده وهذا سيجعل الحراره عاليه وعالية جدا خصوصا اذا كنا نعتقد بان المرض اعجازي هذا المرض لاجل حمايه امامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. نذهب الى فاصل. صار واضحا لديكم أن مرض الإمام السجادي صلوات الله وسلامه عليه الحمى الحمى الشديدة الشديدة جدا فكان الإمام مبطونا بالحمى قرأت عليكم الأحاديث الشريفة عن إمامنا الباقر كان أبي مبطونا ولا يوجد شيء آخر وبينت لكم معاني المبطون في اللغة المعنى الأنسب مع القرائن والتفاصيل الأخرى المعنى الأنسب للمبطون هو المبطون بالحمى لا أريد أن أعيد ما ذكرته لكم قبل قليل لكن نقطة مهمة لا بد أن أشير إليها إنني أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الثامنة والسبعين من الخطبة السابعة والثمانين أمير المؤمنين يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته هذا أيها الناس أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم انه يموت من مات منا وليس بميت ويبلى من بلي منا وليس ببال يبلى يبلى بعد الموت او يبلى قبل الموت يبلى بمرض اما انه يبلى بمرض او يبلى باثار ما بعد الموت خلاصه الكلام شؤونهم شؤونهم ليس بما يظهر للناس وانما شؤونهم في عالم الحقيقه شؤونهم في عالم الحقيقه تختلف عن شؤوننا كقرانهم الا يقول الصادق صلوات الله عليه ان القران نزل على اربعه اشياء على العباره والاشاره واللطائف والحقائق العباره للعوام والاشاره للخواص واللطائف للاولياء والحقائق للانبياء لا نستطيع ان نتصورها لا نستطيع ان نتصورها ونحن نتحدث هنا عن الكتاب الصامت فما قولكم بالكتاب الناطق الذي هو الامام المعصوم نفسه. فشؤونهم اذا كنا نتحدث عنها في عالم الحقيقه تختلف عن شؤوننا. وان كان يتراءى لنا ما يتراءى من ان شؤونهم كشؤوننا. هذا هو الذي يقوله امير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه واله. أيها الناس أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم إنه يموت من مات منا وليس بميت قد نراه ميتا لكنه ليس بميت في موازين الحقائق في موازين الظواهر إنه ميت لكن أمرهم لا ينتهي عند الظواهر ولذا نخاطبهم في زياراتهم من اننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم وسرهم وعلانيتهم هناك علانيه هذه هي التي نراها مرض الامام السجاد بالحمى علانيه يراها العدو والصديق الحمى في السجاد علانيه يراها الاعداء لحمايته صلوات الله عليه. اما حقيقه الحال فذلك شان من شؤونهم التي لا ندركها. انه يموت من مات منا وليس بميت ويبلى من بلي منا وليس ببال فلا تقولوا بما لا تعرفون. الويل لكم يا ايها الطهسيون الويل لكم على جهلكم وجهالتكم على تفاهتكم الويل للشيعه الذين يتبعونكم ويصدقونكم الويل لكم الويل لكم. فلا تقولوا بما لا تعرفون يا حمير فلا تقولوا بما لا تعرفون فإن اكثر الحق فيما تنكرون. هذه حقائق الدين. هذه ثقافه علي امير المؤمنين. لكن القوم نقضوا بيعه الغدير. أنى لهم وهذا التوفيق أنى لهم ان يدركوا حقائق الدين وهم لا بصيره عندهم. ماذا نقرا في الزياره؟ الجامعه الكبيره في السياق نفسه انه يموت منا وليس بميت سلام على محمد وال محمد صلوات على محمد وال محمد انني اقرا عليكم من مفاتيح الجنان للمحدث القمي انها زياره الجامعه الكبيره القول البليغ الكامل دستورنا العقائدي الشيعي الصحيح هكذا نقول لهم بأبي انتم وامي ونفسي واهلي ومالي ذكركم في الذاكرين، ذكركم يختلف عن ذكر غيركم ذكر غيركم منقطع اما ذكركم فهو ذكر الله، من ذكركم فقد ذكر الله انتم الذكر الاكبر في الكتاب الكريم بحسب تفسيرهم لقرانهم الذكر الاكبر الذي تحدث القران عنه محمد وال محمد علي وال علي فاطمه وال فاطمه هذا هو الذكر الاكبر بحسب تفسيرهم لقرانهم صلوات الله عليه بابي انتم وامي ونفسي واهلي ومالي ذكركم في الذاكرين ذكركم لا يشابه ذكر غيركم ذكر غيركم منقطع مندثر انه ذكر ابتر لا قيمه له ذكركم هو الباقي ذكركم هو الخالد ذكركم هو القائم ذكركم هو الذكر الذي لا ينقطع ولا يندثر ولا يبلى بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين وأسماءكم في الأسماء أسماءكم مميزة أسماءكم ليست كسائر الأسماء أسماءكم لها شفاعة في يوم القيامة وفي الدنيا لا تمس الا بطهارة لا تمس الا بطهارة الذي لا يكون متطهرا لا يستطيع ان يلامس اسماءهم ان اسماءهم لها خصائصها بابي انتم وامي ونفسي واهلي ومالي ذكركم في الذاكرين واسماءكم في الاسماء واجسادكم في الاجساد اجسادكم تختلف عن اجساد غيركم وارواحكم في الارواح ارواحكم مميزه وانفسكم في النفوس واثاركم في الاثار وقبوركم في القبور قبوركم ايضا تختلف، ما هي بقبور، قبوركم معارج إلى الله قبوركم، قبوركم هي المعارج إلى الله معارج الملائكة ومعارج القلوب إلى الله، قبوركم في القبور، قبور النفس قبور، أما قبوركم فهي جنة وهي معراج فما احلى اسماءكم سادتي فما احلى اسماءكم واكرم انفسكم واعظم شانكم واجل خطركم الخطر المنزله والقيمه العاليه واجل خطركم واوفى عهدكم واصدق وعدكم كلامكم نور صلوات الله عليكم هذا هو كلامكم كلامكم نور من تمسك به فانه لا يحتاج الى نور غيره لا يحتاج الى قذارات سقيفه بني ساعده لا يحتاج الى قذارات علم القنادر علم الرجال لا يحتاج الى قذارات علم الكلام وعلم اصول الفقه كلامكم نور نور دال على نفسه بنفسه النور يضيء نفسه ويضيء غيره كلامكم نور هذه حقائق دينكم وانا اطبق عمليا ما اقول هذه برامجي وهذه احاديثي انها من كلامهم لا استعين بقذارات سقيفه بني ساعده ولا استعين بخراي سقيفه بني طوسي انه كلامهم ما بين قرانهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فهذه الكلمات تاتي متناغمه مع كلام رسول الله صلى الله عليه واله الذي قراته عليكم من نهج البلاغه الشريف بابي انتم وامي ونفسي واهلي ومالي ذكركم في الذاكرين واسماءكم في الاسماء واجسادكم في الاجساد وارواحكم في الارواح وانفسكم في النفوس واثاركم في الاثار وقبوركم في القبور فما احلى اسماءكم سادتي صلوات الله عليكم ورحمه الله وبركاته وماذا نقرا ايضا وماذا نقرأ ايضا في كلامهم النوري انني اقرأ عليكم من زياره الندبه والتي قد تعرف بزياره ال ياسين غير المشهوره من الجزء التاسع والتسعين من بحار الانوار للمجلس المتوفى سنه 1111 للهجره وهذه الطبعه طبعه دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحه الثالثه والتسعين من زياره الندبه وهي من توقيعات الناحيه المقدسه هكذا نخاطب إمام زماننا وهذا الخطاب ينطبق عليهم جميعا بحسب قاعدتنا العقائديه ما كان لاولهم فهو لاخرهم وما كان لاخرهم فهو لاولهم انه المثال الواضح الذي جاء في حديث المعرفه بالنورانيه عن سيد الاوصياء من ان اولهم محمد ومن ان اوسطهم محمد ومن ان اخرهم محمد كلهم محمد صلوات الله عليه السلام عليك يا محفوظا بالله الذي يحفظ بالله لا تتطرق إليه الأمراض إنما هي معجزة معجزة هذه لأجل المحافظة على إمامنا السجاد وهذه شؤون أئمتنا السلام عليك يا محفوظا بالله الله نور امامه وورائه ويمينه وشماله وفوقه وتحته فمن اين ياتيه المرض السلام عليك يا مخزونا في قدره الله نور سمعه وبصره هذا هو الذي قصدته من ان الذي يجري عليهم في ظواهر الامور شيء لكننا اذا اردنا ان نذهب في اغوار الحقائق فانه سيكون شيئا اخر السلام عليك يا محفوظا بالله الله نور امامه وورائه ويمينه وشماله وفوقه وتحته السلام عليك يا مخزونا في قدره الله نور سمعه وبصره وتقول الزيارة أيضا السلام عليك يا صاحب المرأة والمسمع الذي بعين الله مواثيقه وبيد الله عهوده وبقدرة الله سلطانه فهل يؤثر المرض على مرأة أو مسمع على شيء من الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنما هو لباس خارجي عارض لحكمة تقتضيها امور الحياه والظروف الموضوعيه في عالمنا الترابي هذا حقائق العتره شيء ونحن شيء اخر صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وبهذا ينتهي كلامي مع ان بعض المطالب طويت عنها كشحا لان وقت الحلقه صار طويلا إذا تم الكلام في مرض إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه في كربلاء في قسمين القسم الأول بحسب منهج حوزة الحمير إنها حوزة النجف وكربلاء إنها الحوزة الطوسية اللعينة القذرة أما القسم الثاني فبحسب منهج العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها اعتبروا وتعظوا يا أبنائي وبناتي لا تعبأوا بالكبار اغسلوا أيديكم من الكبار اتعظوا واعتبروا بهذه الحقائق وقارنوا بين المنطقين بين منطق العترة الطاهرة وبين منطق حوزة الحمير مثلما قلت لكم هناك منطقان منطق الامير وهو منطق العتره الطاهره ومنطق الحمير وهو منطق حوزه الحمير انها حوزه النجف وكربلاء